السلام عليكم. اليوم حبيت احكيك اوضح لكم موقع ايداس وشنو الاشياء اللي يقوم بها وشنو اقدر استفاد من هذا الموقع. زميلكم الدكتور احمد جبار من قسم التقنيات الالكترونيه. بدايه نقدر ندخل على هذا الموقع عن طريق الرابط https/edasinfo. راح يفتح لي هذا الموقع. هذا الموقع ايداس هو موقع لاداره المؤتمرات الدوليه العالميه، يعني ممكن أنا أقدر أتعرف على أي مؤتمر يحصل بأي مكان بالعالم، بالإضافة إلى أنه ممكن أنا أقيم البحوث عن طريقه، وبالإضافة إلى ذلك ممكن أحصل على بعض الترافل جرانت، أنه ممكن بعض المؤتمرات تدعم تعطيك فلوس السفر وهكذا. طبعا أقدر أعرف أي مؤتمر وين دي يصير. هسه شلون بداية شلون راح نبدأ؟ طبعا أنت بداية لازم تسوي ريجستر. حاليا انا طبعا ريجستر فما عندي مشكله، فطلع لي راسا هنا، فتقدر هنا نطب وتسوي ريجستر. الريجستر بسيط، يطلب من عندك ايميل وباسورد، ما بي في التفاصيل العميقه. زين، من تدخل الريجستر طبعا راح تطلع لك كل الكونفرنس اللي موجوده هسه، كونفرنس اوبن فور ريجستريشن، كل المؤتمرات اللي موجوده. يعني على سبيل المثال هذا السكند اي تي ديربس، هذا مؤتمر ثاني في عمان من ستة إلى 8 ديسمبر. طيب هذا حاليا هسه مفتوح، اليوم 7 بالشهر. أي فإذا أردت تشوف البعيدات طبعا تقدر تقول له من البعيد للقريب. مثلا عندك هذا المؤتمر في 6 إلى 8 مارس 2018، سنة تجي الشهر الثالث في إندونيسيا. هذا المؤتمر مثلا أنا إذا هسه أردت أشوف التفاصيل مالته، طبعا هو International Conference on Information and Communication Technology، ادخل على الرابط اللي موجود هنا، هاي الهوم بيج، يفتح لي الهوم بيج مال المؤتمر. طبعا هذا هو المؤتمر. زين، من دخلت على الموقع مال المؤتمر طبعا عرفت التفاصيل كلها، مثلا الكينوت سبيكر من الكول فور بيبر، على يا اختصاصات يردون السبمشن، شلون اقدر ادز البيبر لهم. طبعا هم هنا قايلين حصرا عن طريق ايداس. طبعا هذا هو الموقع ايداس، يسهل انتشار المؤتمرات الدوليه، بالاضافه الى انه يسهل عمليه الريفيوينج بالنسبه للريفيورز. زين، الريجستريشن هنا مطيك رقم الحساب، شلون تحول الفلوس، الكونفرنس بروجرام، طبعا هي هاي اللي تهمنا احنا، نباع على التفاصيل مال الفلوس. مثلا يقول لك اذا كنت اي تريبل اي ستودنت، طالب وعندك اشتراك بالاي تريبل اي، يكون عندك الايرلي بيرد والريجولر. يعني الايرلي بيرد اذا انت سجلت من وقت بداية المؤتمر، اول ما تدفع فلوس تكون ارخص طبعا، بينما اذا انت يعني في قبل يعني بشهر هيك، يعني هم حسب يحددونه. مثلا يقول لك الايرلي بيرد لحد فلان تاريخ، تدفع المبلغ 250 دولار. اذا كنت انت ريجولار ستودنت، طالب بس انت مو عضو بالاي تربل اي، طبعا تدفع هالقد مبلغ. اذا كنت اي تربل اي بروفيشنال، اذا ريجولار بروفيشنال بس مو اي تربل اي، يعني حاليا مثلا اللي ما مسجل بموقع الاي تربل اي ما يسوون عليه خصم. اذا كونفرنس انتيننس، يعني بس تريد تحضر ما عندك مشاركه، تقدر تدفع 150 بالايرلي بيرد 200 وهكذا، هاي التفاصيل. زين، شو اقدر اعرف بعد من هذا الموقع؟ اقدر اعرف اروح اشوف اكو ترافل جرانت، يعني اكو مؤتمرات مرات يسمح لك يقول لك انت اني انطيك فلوس حتى تحضر بعض المؤتمرات. زين، مثلا هسه هذا المؤتمر اللي هو ISEC 2018، we are blessed to offer undergraduate student travel assistance award، وهكذا. يعني هم يقول لك only for students، صح، اذا هذا يعطي جرانت فقط اذا كانت عندك هويه مال طالب. الاوثر ما ينطي، وهنا الله applicant from the same region as conference، ويسمح للطالب المشاركين من بس نفس الريجن، والديدلاين مالته وهكذا. طبعا اكو مؤتمرات للاوثر تنطي، اكو مؤتمرات تنطي بس للطالب وهكذا، يعني تقدر تدخل تشوف التفاصيل. زين، بعد شنو عندي؟ السبميتد بيبر، طبعا انت تقدر اي مؤتمر هسه اذا انت قررت تريد ترسل له بيبر، مجرد انه انت اختاريت هذا المؤتمر، مثلا هسه هذا في دبي 6 فبراير 2018، مجرد تضغط على اد نيو بيبر، ترسل هنا التفاصيل مال البيبر مالتك وراح تروح. يعني مثلا هسه انا لو اردت على هذا المؤتمر، تجي هنا تبدي تملي المؤتمر register for paper، ثلاث خطوات بسيطة. أول مرة تخلي التايتل مال بيبر، وبعدين تخلي الكيورد، بعدين تخلي الابستراكت، وتقول له submit.
طبعا انت بداية تدز له الابستراكت، بس طبعا هو ما راح يقبل. اوكي طبعا يقول لي لاكو تايتل ولاكو ابستراكت وهكذا. طبعا هو بعدين بالاخير يسألك يقول لك انطيني اذا وافق على الابستراكت وشافه ضمن محاور المؤتمر راح يقول لك اوكي البيبر مقبوله ولازم تدز النسخه النهائيه. طبعا تفاصيل مال اعداد البيبر وهاي هاي انت تاخذها من الموقع يعني. زين شو اقدر بعد استفاد من هذا الموقع؟ لو رحت على الهوم بيج مالته هنا يطلع لي شكو بيبر انا بسوي لها ريفيو. يعني مثلا هسه انا هنا عندي هنا بيندينج اند ريسنتلي كومبليت ريفيو، عندي هاي اخر ثلاث بيبرات سويت لها ريفيو الى مؤتمر اللي هو هذا المؤتمر اللي اتصور هو صار بدياله اي تربل اي، طبعا هم مسجلين على الايداس. اي بيبر طبعا هنا انا مكمل ريفيو، بس يعني في حاله انه اردت اغير رايي في موضوع معين طبعا هنا أنا يقول لك كرتن اكتف، بعد ما تقدر تغير بهذا طبعا باعتبار اكو باعتبار المؤتمر راح يبدي، فبعض الاشياء تقدر تغيرها وبعض الاشياء ما تقدر تغيرها. مثلا هسه هذا اني مثلا هذا البيبر هنا هم يدزون البيبر اقراها بعدين اجي اكتب املي الريفيو مالتي. هنا أنا اخلي الملاحظات اللي ممكن الاوثر يشوفها، هنا أنا اخلي الملاحظات اللي ممكن الاديتر يشوفه فقط. يعني اكو فد معلومه ما اريد احكيها انا للاوثر، بس اقول له هنا يا ترى هذا البحث كذا وكذا وكذا. بعدين اجي هنا ابدي املي هاي النقاط اختارها بالتفصيل واجاوب على واجاوب عليهن وحده وحده، يعني رصانه البحث الكواليتي مالته اليه طرح المعلومه هل ملتزم الباحث بالستراكشر العام وغيره. زين بعد بالتعليمات مال التغيرات الجديدة يقول لك انت شو اسمه كل ما تقيم بحوث اكثر كل ما انت تحصل نقاط اكثر بالتغيرات. زين اني شلون اقدر اثبت لهم انه انا مسوي ريفيوينج؟ اذا كنت انا مشارك بالايداس طبعا اقدر اطلع كل البحوث اللي انا مسوي لها ريفيو. زين وهكذا. بعد ايش عندنا شيء بعد هنا شلون اثبت لهم انه انا ايش قد عدد بحوث مسوي لها ريفيو؟ طبعا اروح على الماي ريفيوز، طبعا هنا اذا طلع لي بس اخر شيء، بس انا اقدر اطلع كلها اي بحث مسوي له ريفيو اقدر اطلعه، فادوس على اول شوي الحاسب ثقيله. يطلع لي كل البحوث اللي انا مقيمها، فمثلا هسه واحد يعني هاي البحوث اللي قيمتها من تعرفنا على الموقع لحد الان وهكذا. بقت شغله اخيره حبيت انوها انا طبعا بعد ما شفت الفيديو انه اني شلون اضمن انه البحوث تجيني للتقييم. طبعا انت من تسجل راح يسالك عن معلومات الدوام مالتك الاختصاص مالتك الدقيق وهذا، بس اكو فد شيء مهم اللي هو area of interest. area of interest انت مجال تخصصك شنو؟ يعني انت راح تطلع لك هذه الليسته وبها الاختصاصات، فاي اختصاص قريب تحسه من يمك تخلي عليه هاي التشيك وهكذا. هذه راح تضمن لك انه هم راح يدزوا لك البحوث اللي هي ضمن اختصاصك. طبعا اذا مجال تخصصك ما موجود هنا تقدر تضيف انت شيء جديد وتضيفه. هذا فيما يتعلق بالاريا اوف انترست. بعد وشكرا. هذا كل ما يتعلق بموقع ايداس، واتمنى وصلت لكم معلومه مفيده وشكرا.